السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الإخوة الكرام. في هذه الخرجة ديال اليوم الرياح كانت في الأول جنوبية غربية معتدلة حوالي 15 كيلومتر في الساعة، ودابا جنوبية شرقية كتجي من هاد الجهة، بحر قليل الهيجان 0.60 0.70، كويفيسيون كيتراوح ما بين 33 34، الضغط الجوي 1018 إكتو باسكال، البحر كان خاوي في 7 الصباح وغادي يعمر في الوحدة إن شاء الله. اليوم الماء بارد شوية، يعني النشاط الأسماك ضعيف بزاف. اليوم غادي نصيد بجوج ديال القصبات. بالنسبة للخيط عملت وحدة فيها الخيط ديال 0.18 وحدة فيها الخيط ديال 0.20. بما أن البحر مهدن اليوم والماء بارد غادي يكون السمك شوية بعيد، وهذا الشيء علاش غادي نصيدو بالفينو باش نربحو بعض الامطار في التشحيطات ديالنا. بالنسبه للتقال غادي نستعملو الصاروخ ديال 130 غرام، وهاد البوبينه عمرتها بالخيط ديال 0.20 اللي فيه جوج ديال كولا ديال الرطا، يعني لي زاراشي مشروكين معاه بلا عقده، وحده في الاخر ديالو هي هادي وحده في الاول ديالو احتياطيه. والغياب ديال العقده ديال الشرك بين الخيط الرئيسي ولا راشي كتخلي الخيط يخرج اكثر اثناء التشحاط. الخيط الرئيسي ديال 0.20 وفي لاراشي غادي وكيغلاض حتى كيوصل ل 0.50. المونتاج ديال هذا النوع ديال الخيوطه كنعملوا له غير واحد الاميريون رابيد، واللي فيه كنركبوا اما الاورفي او البادلين اللي نقدروا نعملوا فيه المونتاج ديالنا. بالنسبه للطعوم عندنا يما هدا حناش البخود البحر، وكاين يما هدا الواد او البخود الواد، وكاينه امريكانا، وكاينه العكريشه الخضراء، وغادي نجبد كذلك عكريشه ديال الرمل او فريفرة، وكاين كذلك اللونغ او الكوطو وهذا هو الوقت ديالو، وكاين كذلك كرباشه واللي كيسميوها بالفرنسيه لا ماشوط او لا كاياناس. هذه واحد النوع من القشريات اللي كيشبه الجامبا وكتكون في مداخل الوديان والبحيرات، وكتعتبر من الطعوم الجيده واللي كيدخل عليها جميع الانواع ديال الاسماك خصوصا المحرقصه والشرغو والدرعي. بالنسبه للترقيعه عملت 3 المترو ديال الخيط 0.25 بالويش بون مع سنانر شويه صغار من نوع تشينو رقم 4 باش نستهدفو حتى الاسماك اللي كتكون في الماء بارد فحال الصول. واحد الترقيعة عملت فيها جوج ديال الطعمات، وحدة فيها أمريكانا وحدة فيها اللونغ. بالنسبه للترقيعه الثانيه وحده فيها عملت مهد الواد، والا كانوا صغار من الاحسن نعملوا جوج او ثلاثه، وما كاينلاش نعملوا ليها لاستيك لانها باقا طريه حتى نشوفوا واش كاين شي سمسار او لا.
الثانية عملت فيها كرباشة، وهاد الطعومة ضعيفة تقدر تطير لينا أثناء التشحيطة، من الأحسن نشدوها بلاستيك. ونقدروا نعملوا وحدة أو جوج أو ثلاثة أو حتى أربعة، وممكن نخليو شي وحيدات حيين باش يجلبوا لينا الأسماك والحركات ديالها. وبطبيعة الحال ثقافتنا كتجسد في كل مناحي الحياة، وما يمكنش ما تلقاش جرو من بين ثلاثة معطوب نتيجة اعتداء غير مبرر. Thank you.
بالرغم من ان البحر مهدن، كاين تيارات تحتية كتخبل لينا المونتاجات، وغادي نكونوا مضطرين باش نقصوا من طول الترقيعة ونكبروا السمك ديالها، نستعملوا خيط ديال 0.30 والطول 1.5 متر ونجرب. هاد امريكانا شوية عيانة، من الاحسن نجمعوها بلاستيك. كان يوم مليء بالأسماك الصغيرة وخصوصا القروش، لكن ربي ما خيبناش والحصيلة كانت لا بأس بها، وجاب الله هذا الرزيق بطعمة كرباشة وضاعت وحدة أخرى. وبطبيعة الحال كيف ما كيقولوا أغلب الرياس، اللي ضاعت كانت هي الأكبر. تحية طيبة وإلى اللقاء في الفرصة القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.